يعني نقترب من التوصل إلى اتفاق الهدنة. الحديث يجري عن هدنة محدودة وليست وقف إطلاق نار شامل أو وقف عدوان شامل. الحديث يجري عن هدنة لأيام محددة متفق عليها مقابل يعني ترتيبات متعلقة بدخول المساعدات والإغاثة إلى كل أماكن قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسرى من الاحتلال من النساء والأطفال، وأيضا مقابل إفراج عن عدد محدد من أسرانا من النساء والأطفال في سجون الاحتلال. بالتأكيد هي هدنة محددة لأيام محددة، نترك الإعلان عن تفاصيلها للأشقاء في قطر حيث سلمناهم ردنا، هم سيتمموا الأمر في الساعات القادمة وبعد ذلك يعلنوا عن توصل إلى هذا الاتفاق، ونأمل أن يتم ذلك. يعني طيلة الفترة الماضية الأسابيع الماضية هناك كان مماطلة من الجانب الإسرائيلي، وهناك نسميها تسويف وعدم جدية للوصول إلى اتفاق، ونحن قلنا أنه نتنياهو شخصيا يتحمل مسؤولية المماطلة، يتحمل مسؤولية عدم الجدية، قلنا أنه كذب على كل الأطراف ما فيهم أهالي الأسرى لدى المقاومة، وهو كان يكسب الوقت. الآن يعني كما قلت هناك اقتراب للتوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق يعلن عنه الأشقاء في قطر.